مساء الخير. هو القضاء اللي اشتهر بالغطاء الأخضر الممتد على أكثر من 70% من مساحته، وهي أحدى بلديته الحلوة المميزة بطبيعتها وناسها. بقاياها الأثرية المتفرقة دلت على تجذرها بالتاريخ، وقد أكدت بعثة أجنبية زارت البلدة بالعام 2017 إنها بتعود إلى 200 سنة بعد المسيح. على جذوع سندينيتا العتيقة اتعلقت قطعة تياب صغيرة وأمال كل اللي زاروها على نية شفاء مريض أو تحقيق أمنية. اشتهرت بحبها للضيف وبأصالة أهلها وإصرار على عيش المحبة الصافية اللي بتجمع المؤمنين بوحدة الوطن والله الواحد. هي بكل بساطة بطمة. بتوقع بطمة بقضاء الشوف بمحافظة جبل لبنان، بتبعد عن العاصمة بيروت 53 كيلومتر وعن مركز القضاء بيت الدين 11 كيلومتر. ترتفع بين 900 و 1100 متر عن سطح البحر، وبتمتد على مساحة 550 هكتار أو 5.5 كيلومتر مربع. تنتشر ببطمة العديد من الأشجار الحرجية المعمرة، وأهمها شجرة البطم اللي بتمتد على مساحات شاسعة من أراضي البلدة، وبتتواجد فوق تربتها الخصبة البروية بالمياه النائية أشجار الزيتون والجوز والعنب اللي بتوفر مردود مهم لمزارعي البلدة. تحتوي بطمة على عدد من الينابيع والعيون اللي بتغذي البلدة بمياه الشفة والري. مثل معظم بلدات الشوف، بتضم بطمة مجموعة من الأثارات المتنوعة، من ضمنها أثار رومانية عبارة عن قرية قديمة العهد بمنطقة تدعى فرنية، وفيها متحجرات طبيعية لحيوانات ونباتات متنوعة، بالإضافة إلى عشرات النواويس المحفورة بالصخور وعدد من المغاور الطبيعية. رغم التطور العمراني الحديث، احتفظت بطمة بمجموعة كبيرة من المنازل التاريخية والأثرية المتوجة بالأرميد والمشغولة بحجر العقد المزين بالقناطر والشبابيك العتيقة. اشتهرت البلدة بسنديانتها المباركة اللي بيقصدها السواح من مختلف المناطق اللبنانية لتقديم النذور، وقد علقت على أطرافها مجموعة كبيرة من قطع الثياب على نية شفاء المرضى. بيعود أصل اسم بطمة إلى جذر سرياني وبيعني شجر البطم، وهو نفس المعنى العربي للكلمة. وبالطبع بيعود الاسم إلى شجر البطم اللي بيغطي مساحة كبيرة من أراضي البلدة. مشواركم على بطمة عن طريق المشرف رح يمر بالعديد من القرى والبلدات الشوفية المميزة بمساحتها الخضراء وطبيعتها الساحرة. أما شو هي بعض هالبلدات، منتعرف عليها سوا بهالخريطة. مشواركم من بيروت على بطمة رح يبدأ من خلدة، دمور، مفرق المشرف، كفرحيم، دير دوريت، بعقلين، المختارة، وصولاً إلى بطمة. تأسس أول مجلس بلدي ببطمة بالعام 1962، وشهدت البلدة نهضة إنمائية واجتماعية اتوجت بوضعها على الخريطة السياحية البيئية بمنطقة الشوف. بطمة مشهورة موقعها الجغرافي الحلو بنظافة طرقاتها، مثل ما بتشوف مثلا نحن نهتم كثير بالنظافة، بتشوف طريق بطمة المعاصر المختارة من أنظف ما يكون. نحن عندنا الكهرباء 24/24، حلينا مشكلة المياه بحفر بئر ارتوازي، نحن عم نشرب من بئر ارتوازي حفرته البلدية. بس يجي السائح على بطمة بشوف المدى الأخضر، بشوف بساتين الزيتون، بشوف السنديانات العتيقة،
بإمكانه يزور سنديانة فرناية اللي مسميها سندينة فرناية، بشوف أيضا الأثار الموجودة، بشوف إنه الطرقات السياحية اللي تستخدم للمشي أيام الصيفية والربيعية عادة. بإمكانه يشوف النواويس، نواويس قديمة يعني تاريخ بطمة بيعود لأيام الفينيقيين. وكمان بعد منه اجت بعثي، كلفت بعثي إيطالية، أنا اجت على بطمي لهون وشافت إنه هالأثار هاي بتعود سنة 200 ميلادية، وتعاقب عليها حضارات، عدة حضارات من الرومان، أثار رومانية. كمان بتشوف جسر عثماني، جسر عثماني هو اللي بيفصل بطمي على المعاصر قديما. نحن نستقطب بأيام الصيفية مهرجانات، بيجي ناس وضيوف كتير لعنا لهون، في عنا مهرجانات كان اشتهر بالماضي مهرجان حكمة وهبي الصحافي المشهور عالميا، عنا العشاء القروي اللي بنستضيف فيه عدد كبير من الناس من بطمي والغير بطمي كمان بيجوا، في جامعة بتكون جامعة حلوة. خلال المشي السياحي بالبرية كمان بشوف المغارة، مغارة بسميها نحن مغارة الضبعة، هي مغارة حلوة كتير يعني على كتف وادي، ودخلت بالتاريخ العثماني هذا المغارة، تفصل العقارات بين بطمي والمعاصر والخرايب والمختارة، وهي على طريق سياحي كمان على المغارة هذا. نحن نتأمل من كل من أهالينا من لبنان إنه يجوا يزوروا هالضيعة هاي، ونحن في عنا رجالات الضيعة، كان في عنا مشايخ عقل هون بالضيعة، ثلاث مشايخ عقل كانوا بالضيعة، وبتمنى إنه الكل يجي يزورونا ويطلعوا على هالمعالم الحلوة. وأنا بعرف إنه في هجمة بعض الناس اللي شراء الأراضي ببطمي حتى يصلوا ويقعدوا ببطمي، وأهلا وسهلا بالجميع. أشجار حرشية متنوعة موجودة ببطمي، أشهرها أكيد هو البطن اللي اشتقت البلدة اسمها منه، بالإضافة إلى غيبة الصنوبر البري ومساحات واسعة من السندين والملول ساهموا بوضع البلدة على الخريطة السياحية البيئية بالمنطقة. وادي بطمي من أهم الأودية بلبنان، لأنه بكل ما تمشي فيه مسافة في محطة، في تاريخ، في عظمة للي بنوا له الوادي وعمروا جدرانه المرتفعة بين 3 أمتار و4 أمتار ليجللوا فيه جل صغير بعرض متر ونص. هالوادي بمر في نهر الأولي بمرحلة تانية بال1800 تم جر أنا مي بطول حوالي 8 كيلومتر حسب ما بتصور من بطمي لبلدة المختارة على دور الأمير بشير جنبلاط الملقب بعمود السماء. هل أنا هيدا اللي بتمشي فيه بتلاحظ جدودنا كيف عمروا هالحيطان وبنوا هالجلول هيدي اللي زرعوا فيها الجوز والزيتون، الزيتون عمره 500 سنة في منه، والتفاح والحنبلاس، كمان بيعلوها للفوق الأنا شجرة كتير عظيمة هيدي اللي بيعرفوها، هي شجرة الأطلب اللي ذات الجذوع الملسة الحمراء، هذا الأحمر النبيذي اللي قليل ما في منه. هالانحراف العمودي بهذا الوادي بدل على قوة أسلافنا وجدودنا وحضارتنا الإنسانية، قديش كانوا يتعبوا، قديش كانوا يضحوا، يعني بتمشي على الطرقات الضيقة اللي تحت منك مسارات في منها بيتجاوز لل 100 متر أحيانا، وكان تمشي عليه المواشي وكانوا سعداء ومبسوطين. وادي بطمي يعني اللي بقلكن إياه إذا بتمشوا فيه بتلاقوا فيه شيء 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 كتير عظيم، حتى الحيطان والجدران اللي تعمرت من 200 سنة بعدها وقفة لليوم، في شيء اسمه قوة، في شيء اسمه عنفوان، في شيء اسمه حضارة، في شيء اسمه تاريخ. هذا هو لبنان، هذا هو الإنسان العظيم اللي نحن عم نطلع عليه وبدنا إياه يظلوا مستمر ومتواجد. اشتهرت بطمي بالعديد من الزراعات اللي بلشت مع شجرة التوت وتحولت إلى زراعة التفاح اللي شهدت عصر الذهبي بستينيات القرن الماضي. أما اليوم فأراضي البلدة مزروعة بالزيتون والجوز وأشجار الفاكهة المنوعة.
تعتبر بطمة المثال المشرق عن المعنى الحقيقي للحياة الوحدة بين أبناء الوطن، مع إصرار أبنائها على عيش معين المحبة والإيمان الصادق والمشاركة والتعاون بأحياء المناسبات الدينية، وبتضم البلدة صروح دينية أثرية متعددة. بطمة حلوة، بس هلأ صارت أحلى بوجودكم وبوجود التقال هون نحن، وممنونينكم على هالزيارة وعلى هالبرنامج الحلو اللي عم نتابعه دائما. هلأ نحن موجودين بقلب كنيسة جديدة، كنيسة على اسم القديسين بطرس وبولس. تاريخ الكنيسة بيعود ل 1903. طبعاً بنت مش بس المسيحيين اللي موجودين بالضيعة، كل شركائنا بالبلد أخوتنا ساهموا وساعدوا ببناء هالكنيسة هيدي. وإذا بتلاحظوا على كل حجر من حجارة بتشوفوا قديش أخذ شغل وتعب ونقشه، تاريخ طويل وعرق الناس. مشان هيك نحن بالنسبة إلنا المعابد اللي موجودة بالضيعة، الكنيستين، كنيسة جديدة اللي نحن واقفين فيها هلأ، والكنيسة القديمة اللي من سنة 1727 واللي مبنت على أيام المطران باسيليوس فينان، وهي كنيسة عجائبية ومهمة كتير إلنا ولكل أهل الضيعة شو ما كانت العائلات اللي موجودة فيها. المعابد اللي موجودة عنا مش حجارة، المعابد هي ساهمت هون هالكنيستين مثل المقامات اللي موجودين فوق، ساهمت بتربية الناس على المحبة وعلى التعاون مع بعضهم. مشان هيك كنا نعيش سوا على حقبات طويلة بالزمن عشنا ولا منحس إنه في فرق بين إنسان وإنسان، كلنا ولد الله والله هو محبة وهو لكل الناس لكل إنسان. من هون نحن مننظر للمعابد مش إنها حجارة، هي لا، هي تاريخ بيحمل ذاكرة هالناس اللي سكنوا هون، علاقاتهم مع بعضهم. أنا مثلاً وقت الفوت على الكنيسة القديمة أو على الكنيسة الجديدة بتذكر إنه كيف كنا كلنا سوا مع بعضنا ندرس مع نفس الأستاذ اللي علمنا كلنا سوا بقلب الكنيسة. بتذكر كيف كنا نلعب سوا، كيف كنا ندق الجرس سوا، كيف على الأعياد نشارك سوا، نعيد بعضنا، نحس إنه نحن بضيعة وحدة ما فيهاش ناس مختلفين عن بعضهم إلا بطريقتهم لعبادة الله، وهذا شيء مشروع وحق مشروع كل واحد بنقي الطريق اللي بده إياها حتى إنه يوصل لرب. السنديالات اللي موجودين حواليها هودي مش شجر معمر وبس وضخمين، هودي تاريخ شعب. هذه بتحكي كل سندياني منهم بتحكي قصة ضيعة، بتحكي بصمت مثل الناس الكبار. الكبار ما بيحكوا كيف ما كان على الطالع على النازل، هاي السندياني بصمودة بعروق الخضرة باستمرارة تعطي هوا نقي لكل أهل الضيعة، لكل أهل الضيعة بكرر. علمتنا أشياء كثيرة، علمتنا كيف الإنسان بيكون كبير بتصرفه بصمته بمحبته للناس. كلنا قعدنا تحت فيتها، كلنا لعبنا تحت فيتها، كلنا شمينا هالنسيم الطري اللي بيطلع منها بأيام الصيف، وكانوا وقفونا هناك نقعد نتعلم كلنا مع بعضنا، وما كنا حاسين بغربة أو بفرق بين حدا وحدا. الحمد لله بطمي مرتاحة، في محبة وفي ألفة وفي احترام بين المواطنين في البلد. والمقامات الدينية من قديم الزمان، من زمان يعني ما بعرف من 500 سنة 700 سنة في مقام يقال مقام الحريري، كمان في مقام ديني للموحدين روز صفي الدين
في مقام المرحوم الشيخ سليم بيطار، توفي بال 51. أنا بعرفه طبعاً، يعني بعرفه حق المعرفة، مش في قربين. كان شيخ جليل قدر، وإجت الناس أجريت ما كانش في سيارة بعد أبطمي ماشي قسم كبير. من هذا مرحوم الشيخ خيي توفي من فترة قصيرة. في عنا بالبلد ثلاث قاعات صار، الحمد لله من هيك ببطمي مرتاحين، يعني ثلاث قاعات. قبل ما إله خاطر يعمل قاعات، نحن طبعا وافقنا رأسا حسب طلبه ونحط باسم وقف، وقف بطمة. مسيحي، هل فخور بمسيحيته؟ بفتخر بابن بلدي، مثلا بالشيخ يوسف سليم اللي كل الناس بتزور مقامه، الشيخ حسيب بسليمان الحلبي، ونفتخر فيهم انه هودي تخرجوا من ضيعتنا. بالعام 2017 زارت بعثة إيطالية بلدة بطمة واطلعت على ثلاث نواويس موجودة بمنطقة فرنية، وأكدت أنها بتعود إلى ما قبل الميلاد، وهي جزء من مجموعة أثارات متنوعة وجدت بالبلدة. هذا الموقع اللي نحن فيه حاليا كان موقع عسكري ايام الحملات الصليبيه هذه للخياله. الموقع هذا فيه اثارات، فيه نواويس. هالنواويس هي ثلاث، في ثلاث نواويس هون، ثلاث نواويس اللي محفوره بالصخر، هي نواويس كانت عباره عن مدافن، بعض منهم لشخصين، بعض لثلاث اشخاص او اكثر. في ثلاث نواويس بالمنطقه، وفي نواويس كانت صخريه ظاهره بارزة مش بنص الصخر، وهذه أغطيتها، هذه غطى هالنواويس هذه، وهالأغطية هذه تبين إنه في عنا من خلال إذا منلاحظها إنه هذا غطى نواويس، بس مرقى حضارة تانية كسرته لهذا الغطى واستعملته لأشياء تانية. مثلا هون هذا الغطى للنواويس صار معصرة عنب أو زيتون، فبالتالي أكثر من حضارة مرقت هون. الحضارة الموجودة هون هي الحضارة الرومانية. البعثة اللي جبتها أنا لهون على فرنية وعلى الأرض لهون، هي أشارت إنه هذه كلها آثار رومانية هون. هلأ لابد إنه الفينيقيين كانوا ساكنين بالكهوف، الأودي بالكذا، بس إجوا الرومان وإجوا الحضارة العربية وإجوا كذا، عدة حضارات اللي مرقت هون على هالمنطقة هذه. وليش أهمية هذا الموقع العسكري هون؟ كونه نقطة عقدة مواصلات بين الطريق الدولية اللي كانت تسمى تجي من صيدا، وصولا لمرج بسري إلى الباروك وكفرية، مرورا بهالمنطقة هذه. وهي العقدة الثانية اللي بتطلع من الدامور لكفرية للبقاع، يعني هذه ملتقى طريقين رئيسيين كانوا سابقا، منشان هيك نقطة عسكرية كانت هذه المنطقة هذه. بالإضافة إلى الأثرات القليلة المتبقية ببطمة، وجد فيها أيضا عدة كهوف ومغاور طبيعية بوسط البلدة ووديا، أشهرها مغارة الضبعة اللي بترشح من سقفها المياه والعمق المكتشف فيها حوالي 20 متر. هذه المغارة قديمة، السابق اللي من كنا أطفال كنا نفوت عليها زحف، وتم استحداث فتح فجوة للباب على دور البلدية السابقة بغمق متل حتى يقدروا السياح يقدروا يفوتوا عليها، ومحبي رياضة المشي. هالمغارة هذه غمقها 20 متر، بيرشح منها الماء، والبلدية حاليا عم تفكر كمان تتوسع فيها للداخل. تم إدراجها ضمن محمية أرز الشوف كمغارة تحت اسم غارة الضبع.
تم تسميتها هيك لأنه كان في ضبعة موجودة هون، وسابقا هذا العرف كان مشينا عليه لأنه مناطق هذه حيدي وما حدا كان يصلها سابقا. في عنا نواويس وفي عنا مغارة اللي هي مغارة المطرشي، هذه بالمقلب الثاني المرادف لوادي المال، يعني هذا نحن هم نسميه وادي المال، الثاني وادي الأساسي اللي هي موجود فيه. إذا كانت شجرة البطم اللي بتحتل مساحة كبيرة فيها هي سبب شهرة بطمة باسمها الحالي، إلى أنه سنديانة واحدة احتلت مساحة كتير صغيرة ساهمت بتدفق السياحة على البلدة للتعرف على هالسنديانة العجوز مثل ما بيسموها الأهالي وزرع أمنياتهم على أغصانها الكبيرة. شكلت البيوت القديمة جزء من تراث الشوف الحضاري، ومثل معظم بلدات القضاء تميزت بطمة بالعديد من البيوت التراثية المسكونة بريحة الماضي ومليانة أصالة وقيم. بطمة في عدة بيوت، في بيوت عقد مبنية من 400 سنة، في بيوت عقد من 200 سنة، في عنا عدة بيوت ببطمة بتتشابه ببعضها، بس بكبر البيت وصغر البيت بيختلفوا على التصوير اللي صورته. هاي بطمة، هيك بيوته القديمة معمرة حجارة من بطمة، القناطر نجيبوا حجارة من عين وزين، وفي بيوت جديدة عم بيرمموها مثل مكانة، في بيوت جديدة طالعة حلوة كثير نموذجية ببطمة. نحن عم نحكي عن بيوت القديمة اللي من 400 سنة للمئتين سنة، بيوت جديدة في بيوت كثير حلوة ببطمة صار صورة فيه. هذا البيت هو رجع ترمم جديد من القرميد ومن القناطر. لأن بالضيعة اشتراك في العيش حقيقي، ولا العيش المشترك. العيش المشترك بدعة. تاني شي كلنا أهل، ما بتفرق واحد عن التاني، بالأعياد إيد بإيد، بالأفراح بالأكراه كذلك الأمر. وهيدي عادة ضيعتنا مش من اليوم، من أجيال قديمة بعدنا عليها وما رح نتركها. من بلدة بطمة الشوفية بودعكم مشاهدينا على أمل التقي فيكم الأسبوع اللي جاي بنفس الموعد. ليلة هنية وأحلام سعيدة، ودايما برفق التلفزيون لبنان. إلى اللقاء. تلون مد في الأفق التلال كقرن الشمس للجوزاء مالا، صلابة أرجل في الوادي عمقا وظهر يظهر الدنيا جمالا، ذراع اليمن فوق الجسر قصر، ذراع اليسر للترحاب آلة، وصحن الدار مغمورا يداني يجن الشوق هيمانا وصالا.